هاي بنات، كل الصبايا بحبوا انه يقشروا بشرتهم تيشيلوا التعش اللي بيسببها حب الشباب او حتى تصير البشره كتير نقيه وصافيه. مشان هيك رح نعمل اليوم ماسك الزبادي والسكر لتقشير البشره. المكونات كلها موجوده ببيتك، منك بحاجه ابدا انك تروحي تشتريها. تابعيني بالخطوات تتشوفي هيدا الماسك. نحن بحاجه ل ملعقه كبيره من الزبادي وملعقه كبيره من السكر. هلا بدنا نحط اللبن والسكر بالبلندر. رح نحط ملعقه من اللبن وملعقه من السكر. رح زيدهم شوي بس يتجانسوا مع بعض. فيكي كمان اذا ما بدك تستعمليها تخلطيهم على ايدك. رح نبلش نحط الخلطه على الوجه ونحفها شوي كأنه سكراب، ومن بعدها بننطر ل15 دقيقة. هيدي الطريقة بتساعد انه تشيل كل الجلد الميت عن البشرة. من الأفضل انك تعملي هيدا الماسك قدام المغسلة او حيلا شي كرمال ما يقشط عتيابك، لأنه بس بدك تحفي وجهك أكيد السكر يعني ممكن انه يجوي لك التياب. أول ما تمدي بتبلش تحفي بطريقة دائرية. حبوب السكر رح تحفي الوجه، ومن بعدها رح يفوت اللبن. اللبن معروف إنه كتير بيطهر وبيبيض. ومن بعد ما تكوني حفيتي بتنطري 20 دقيقة أو 15 دقيقة حسب قديه بدك. أنا بنصحك تعملي هذا الماسك مرة بالأسبوع قبل ما تتحممي. إذا عندك أي سؤال فيك تطرحيه بخانة التعليقات، وما تنسي تعملي سبسكرايب لقناة دنيتي، وفيك تتواصلي معي على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. بشوفك بفيديو جديد. باي.